أيها الإخوة، أقول في رحلة الفرح ورحلة السرور ورحلة السعادة، أوصيكم بهذه الكلمة المجيدة التي هي من بنود مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم التجديدي الإصلاحي النبوي التنويري التحريري، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة قوية عازمة جازمة، فإذا أتتك ملمات مدلهمات وكوارث وكروبات وعجائب ومصائب وغرائب ونوائب فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. قف أمام كل مشكلة وأمام أزمة قل حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها صاحب الزنزانة المسجون في زنزانته وراء القضبان بين الحيطان والجدران الذي تولى عنه الخلان والإخوان، حسبنا الله ونعم الوكيل. المريض على السرير الأبيض الذي فسدت العقاقير لم تنل داءه وعجز الأطباء والعلاجات، حسبنا الله ونعم الوكيل. المديون الجائع المهدد الخائف الضائع الضال، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي كلمة عظيمة إذا تدبرتها، يعني يكفينا الله وهو نعم الكفاية عنده، والذي يتولى أمورنا عليه المعتمد ونعتصم به. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، فإن إبراهيم عليه السلام لما وضع في طريقه إلى النار قال له جبريل ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. فلما توجه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأ الله النار وجعلها بردا وسلاما فنجا. وقال سيد الخلق وأصحابه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم في أحد، والله أحد يوم المصاعب، يوم أحد ترى صعب جدا، يوم أحد مذهل، قتل من الصحابة 70، فر بعض الصحابة، وجاء جراح في رأس رسول الله عليه وسلم، وشج رأسه، كسرت ثنيته، وجاء أمر مهول. فلما رجع كفار قريش قالوا ما في ثاني مرة إلا نخوفهم إن بنباغتهم ثاني مرة حتى ندخل الرعب عليهم والفزع، ولا هم زي منهكين، أتهم يوم ما هو بسهل حتى كفار قريش، لكن قالوها دعاية فقط مغرضة وشائعة، وقالوا من يبلغ الشائعة هذه؟ محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا تاجر اسمه الحجاج بن علاط يبيع في التمر بين المدينة ومكة، ما له دعوة في الحرب ولا درى من اللي يفوز واللي ما يفوز، مهم القسب والتمر والمقفزي والصفري ونبت السيف، ما عنده خبر من المعركة ولا شيء. ويذهب الجمال مرتحل، فلك يا أبو سفيان، قال أين أنت راحل؟ قال راح المدينة. قال بتلقى في الطريق محمد وأصحابه، تقاتلنا نحن وياهم اليوم في أحد وقتلنا منهم 70 وهم في جرحى، إذا جئتهم سوف نعطيك حمل مدري كم بعير، فإذا جئت قل أتيت من عند قريش، جمعوا القبائل جميعا ثاني مرة بعد المعركة، وأقبلوا بخضرائهم وأقبلوا بقضهم وقضيضهم عن بكرة أبيهم، وخذ هذه جائزة لك. وهو كذب هذا الكلام شائع علشان يوهن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الصحابة يظن أبو سفيان يقولون الآن غلبونا وهم في هذا العدد 3000 وقتلونا وغلبنا، من حكمة من الله يقول أولما، يقول سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يقول لما أصابتكم مصيبة أنتم يعني قتل منكم 70، أنتم أصلا قبلها في بدر قتلتم 70 وصرتم 70 140، قل هو من عند أنفسكم، عصيتم عصى الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا الغلائم. فمشى الرجل يوم لقي الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله إني أتيت من عند قريش وجمعوا القبائل كلها وأقبلوا كلهم مثل السيول. فارتفع صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا صلى الله أمرهم صلى الله عليه وسلم قال شلوا جرحاكم ونلاقيهم في حمراء الأسد، نلاقيهم بالقتال. فأنزل الله جبريل بقوله الذين قال لهم الناس، يعني حجاج بن علاظ، إن الناس يعني أبا سفيان جمعوا لكم، قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فنزلت عليهم السكينة وثبتهم الله عز وجل وعادوا مظفرين وانكسر حد المشركين وفلولهم ورجعوا إلى مكة، وكان الحمد لله بعدها الفتح العظيم وانتصر الإسلام. فقد قالها صلى الله عليه وسلم، حتى أني رأيت في قصة موسى وذكر الحافظ ابن تيمية في كتبه يقول كان موسى يقول في السجود، وهذا مضمون حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إليك المشتكى وبك المستعان وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو صلى الله عليه وسلم لما حوصر في مكة كان شعاره حسبنا الله ونعم الوكيل. في البيت أتاه 50 يحملون الموت، لكن الحمد لله الذي نجاه. يقول الطنطاوي فرضا يعني، وإلا فين يقول له ربه
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لن تقتل ولن تغتال حتى تبلغ الرسالة. تعرض لإحدى 11 محاولة اغتيال ونجاه الله. فلما اجتمع الخمسون لقتله عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر من السماء أنهم عند الباب وقد لفوا بالغرفة جميعا، وعلي كان معه، هذا من شجاعة علي يكون في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب فخرج فألقى الله عليهم النوم الخمسين على الخمسين جميعا، وسقطت سيوفهم من أيديهم، رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم تصبي، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعداء من الجربي. فنثر عليهم التراب قال شاهت الوجوه، وخرج مهاجرا منتصرا إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام، واصل الرحلة. فهنا وقالها صلى الله عليه وسلم مضمونها في الغار لما قال لا تحزن إن الله معنا، فمضمونه حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله وعم عيونهم وفل حدهم ورد كيدهم، وعاد صلى الله عليه وسلم منتصرا، حتى يقول سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كفار قريش في دار كبيرة كان اسمها دار الندوة قبل يتشاورون، فحضر الشيطان في صورة شيخ كبير، حضر الشيطان هذا بيدير الشور، فقال ماذا ترون؟ قالوا نرى أن نسجد محمد فلا يخرج. قال ما فعلتم شيئا، فكلامه سوف يخرج من السجن ومن بين الجدران إلى الناس، لأن الفكرة القوية والرسالة والعلم والكتاب يخرج، ما يسجن الفكر. قالوا نرى أن نخرجه من ديارنا. قال ليس برأي، تخرجونه فينصره العرب فيأتيكم فيصبحكم في مكة. قالوا ماذا نفعل؟ قال تقتلونه. قالوا كيف نقتله وبنو عبد المطلب أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أسرة السيادة والقيادة والريادة، هم المشايخ سوف يحكمون بالدم بالقصاص. قال لا، شوف أعطيهم حيل. قال ماذا؟ قالوا ماذا نفعل؟ قال تأخذون من كل أسرة منكم هم 50 أسرة بطل شاب رجال وتعطونه سيف فيضيع دمه في القبائل. قالوا أصبت، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجمعه بهم في النار يعني بالكفار. ففعلوا فنصره الله سبحانه وتعالى. ويوم أتى في بدر وراء الكتائب قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وفر وتركهم في شر مكان وفي هزيمة وفي انحسار، لأنه قال العلماء رأى الملائكة تتنزل، أن أنتهى الموضوع، القيادة السماوية والأرضية قد تحركت بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما كتائب السماء فيقودها جبريل، وأما كتائب الأرض فيقودها محمد، وأما حسان فيصنع أبيات الرائعة الجميلة يدبج بها مسيرة الفتح ومسيرة الانتصار ومسيرة التحرير والتنوير. يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فوقع النصر والحمد لله رب العالمين، واندحر الشيطان وأتباعه بماذا؟ بشعار حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا في الأحزاب نصر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بشعار حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان يقولها هو الصحابة كثيرا. وفي ليلة نذكرك لكم هذه ولو تكررت، لكن خذوها طرية جديدة كأنها لأول مرة، لأن حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم هي جديدة علينا، لأن نحن نعيش هذا الجمال سواء الأدبي أو البياني أو العلمي أو الثقافي، فلا بد أن نعيش هذا. اليوم كنت أقرأ كتاب اسمه النواة في سبيل الحياة للشيخ محمد العبيدي، عالم عراقي توفي قبل ما يقارب 30 أو 40 سنة، يقول عن القرآن في القرآن ما شئت، في فكر السياسي وخيال الشاعر والأديب والرواي وحكمة الفيلسوف، وفي فطنة العالم، وفيها يعني قوة الملك، وفي صولجان الدولة، السلم، الحرب، الغنى، الفقر، الموت، الحياة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الفقاء، البقاء، عالم الفناء، إلى آخر ما قال. كلام جميل. قصدي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ما درى عليه الصلاة والسلام ماذا وقع للمشركين، لأنه حفر بينهم خندقا. ما الذي أشار بالخندق؟ سلمان. هذا رأي فارسي، أهل فارس ترى، يقول عمر ملكوا الناس بفضل عقولهم، عندهم سياسة حرب، منجنيق ومدافعة وكتائب وفرقة استطلاع وخندق، ما يعرف العرب هذا، العرب يبارزون وجه لوجه. يوم أتى قال سلمان يا رسول الله أرى أن نحفر خندق حول المدينة علشان الخيالة ما يقدرون يقفزون، فحفروا هذا الخندق حول المدينة، وحفر معهم صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الصحيح. فلما حفروا
أتى في الليل الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجز عنه أخبار المشركين، ما يدري جاء ريح شديدة وجاء ظلمة وبرد، ما يدري هل التقى القوم، هل بقوا، ماذا يرتبون. فجاء يقول حذيفة في ليلة الليلة ظلامها دامس، في جوع وخوف ومشقة وظلمة، قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ بالله عليك بتروح في الظلام منت وحدك وتطب في جيش أكثر من 10,000 مسلحين كلهم وبدون سلاح أنت وحدك، وتمشي في ظلمة وجائع وخايف والموت قدامك والخندق قدامك، وتجي تاجي بخبر القوم؟ فسكتوا الصحابة كلهم ما يقدر أحد. قال من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا. قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، أضمن له الجنة، هذا السومة. قال حذيفة يا رسول الله تضمن لي الجنة؟ قال أضمن لك الجنة. قال أنا افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. قال مرة أمشي ومرة أحبو يطيح ويمشي، مرة على يده رضي الله عنه ومرة على أقدامه، ومرة يمشي ومرة يسقط، ما يرى شيء، ظلام شديد وريح عاتية، وصفها الله وريحا لم تروها وجنودا لم تروها، وريح وعذب الله الذين كفروا، الريح تقتلع الشجر وتقتلع الخيام. فأتى رضي الله عنه فطب في بنفسه بين جيش أبي سفيان، قبائل العرب وقريش ومعهم بعض اليهود وبعض المنافقين، وإذا النيران توضي، وإذا الريح تأتي بالقدر وتصبه مكانه، وتأتي بالخيمة تقتلعها في الهواء. يقول من جهة الخندق من وراء كل أمتار ريح عاتية تشتد تقطع الشجر، وبعدها بأمتار داخل رخاء وعليل ونسيم على الصحابة. فجلس وكان فطير رضي الله عنه. قال أبو سفيان، داهي أبو سفيان هذا قائدهم أبو معاوية، قال أيها الناس أنتم ترون ماذا وقع بنا، ظلمة شديدة وريح عاتية، وإني ما آمن أن محمد يرسل عينا علينا هذه الليلة، يعني بيرسل جاسوس، فليتفقد كل منكم صاحبة، ظلام ما يدرون. قال حذيفة فبادرت، قلت من أنت عشان لا يسألهم؟ قال أنا فلان. قال تسكت. ومن أنت؟ قال فلان. قلت تسكت عشان لا يسألونهم. سكتهم. وأتى فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتيت شوف راجع، أتى بالخبر رضي الله عنه، أتى يدمي يديه وقدمه، لكن الجنة المصير، الجائزة الجنة، ما هو مرتب ولا مزرعة ولا رتبة، أبد الجنة. فدخل فأتى قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شملة، يعني مثل غطاء، مثل لحاف عليه الصلاة والسلام، يصلي في الليل وهو يرتعد من البرد، صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. قال فلما حس بي أدخلني معه في الشملة، ما بقي يسلم لشان أدفي، فدفيت فسلم. كيف سألوا عن خبر القوم؟ هذا القائد عليه الصلاة والسلام. قال فأخبره فبارك له ودعا له وهنه بالجنة والحمد لله. فقال أبو سفيان ثاني الصوت الثاني، أيها الناس أما ترون الريح؟ هذا ريح من الله يقول سبحانه في القرآن في سورة الأحزاب، ريحا وجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، أرسلها تنسف وتعصف وتقصف، تأخذ القدر وترميها على المجموعة، وتأخذ الخيمة وتقطعها في الهواء، وتأخذ الشجرة وتسقطها على العسكر، وتأخذ الريح وتحثوبها في وجههم. قال ما ترى الريح ما قرت لنا قرار، قلبت قدورنا، قطعت خيامنا، ارتحلوا فإني مرتحل. فذهبوا بالهزيمة والفشل، وانتصر صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه جعله شعارهم حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا في يوم حنين، قصدي الأحزاب، ترى يوم شديد، يقول بلغت القلوب الحناجر. شوف تصور يا أخي مشهد القرآن، يقول خلاص فاضت الصحابة، يعني زلزلوا زلزالا شديدا في القرآن، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. حتى بعض الصحابة يقول ما بننتصر، ما في نصر، خلاص بينتهي الإسلام، لأنه طوقوا من قبائل العرب، الأحزاب، المشركين، قبائل العرب، اليهود، المنافقين، مطوق المدينة، فأنزل الله النصر، والمنافقين أخذوا يذهبون إلى بيوتهم ويسردون، ما عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ذهبوا. يقول ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، أما المؤمنون فقالوا صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوقع النصر وبشركم، وتم البقاء للدين، وانتصر بحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي سلسلة أو عقدة في سلسلة الفتوحات الإسلامية ومسيرة الفرح ورسالة الإصلاح والتجديد والتحرير والتنوير التي قادها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. وقالوا ممن رفع شعار حسبنا الله ونعم الوكيل سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق خال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي فليرني كل الخالي، قلت تفضلوا أعطونا خورتكم، لأنه كان هذا بارا وراشدا ومن العشر المبشرين بالجنة، يقول أنا ثلث الإسلام، لأنه ترتيبه في الإسلام ثلاثة،
وكان طيب القلب لا يحمل على أحد حقدا ولا حسدا ولا غشا. ينام إذا نام خلاص يجلس على المصادق والغفر الله للجميع. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل والوضوء يتقاطر من لحيته والحذاء بيده، فصلى ركعتين. ثاني يوم ثالث يوم ذهب معه الصحابي قال صلاتكم مثل صلاتنا، أختصر الحديث أنا. قال هو كما رأيت، لكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد أو غل أو حسد أو غش. قال ذاك الذي ما استطعناه. تجد بعض الناس ترى يصلي ويصلي ثلث الليل ويقوم يصلي صوم الاثنين والخميس وفي الروضة ويختم في كل أسبوع، لكن في قلبه حيات وعقارب. شايب يقولون والله يقول في قرية، قال لو ينفك الأمر يعني الدولة تسمح لي أقتل نصف هذه القرية. هو مظلوم عنده، وتجده يحمل السلاح وعنده مستعد للمبارزة وفي المحكمة، وقال خلهم أنا أعرفهم الله بيجيبهم يوم من الأيام، يتربص بهم الدوائر وعاد منتهي، ما في سماح. ولذلك ينبغي أنك توجه كل ليلة مرسوم عام عفى الله من سبنا وشتمنا واغتابنا وأساء إلينا، ثم تنام على الله يعفو عنك والكاظم إلى الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. سعد في القادسية أتى بالجوش فاعترض نهر دجلة، قالوا يا أبا إسحاق نهر دجلة أمامنا، لأن الصحابة جو ما هم بهن النهار في الجزيرة، ما عندهم فارس يعرفون يمدون الجسور يحطون حبال. قال ما يمدينا ذا الحين، كيف يبنون جسر الآن؟ يبغى الجسر 6 شهور ولا سنة. قال عندنا حل. قال إيه؟ قال بسأل الواحد الأحد أنا وسوف تجري الخيول. قالوا على النهر، قالوا يتجمد النهر. نعم هذا قوم يتجمد لهم الماء، قوم تطفأ لهم النار، يعني وفد وفد، يعني هم أمة خرجت للعالمين. فأتى الجس قال إذا قلت لكم تركب الخيل فاركب. قال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، يا خير الله اركبي. فتوقف النهر وسار أرضا يبسا، بل قال بعض أهل العلم توقف النهر ومشوا عليه ومشى العسكر ومشت الخيول. يقول أحد السلف والله ما فقدنا إلا مخلاه لرجل من العسكر من الجنود، فوجدناه معلقة بشجرة في دجلة فأتينا فأخذناها، والله ما ضاع علينا شيء حتى خرج الجيش كله. فانتصروا نصرا مؤزرا على جيش فارس، نصرا ما سمع الدنيا بمثله. قال أبو الحسن ندوي عند هذا المشهد في كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، والله إني ما أعجب من أن الصحابة دخلوا في النهر ثم خرجوا ولم تبتل ثيابهم ولا خيولهم بماء، أعجب من ذلك أن الصحابة دخلوا في الدنيا وانغمسوا فيها وفتحوا الفتوح ودوخوا الممالك ثم خرجوا من الدنيا ما تلوثوا منها بشيء، مثل أنهم ما تلوثوا من النهر وما انغمسوا من النهر وما أتاهم من الماء بشيء وخرجوا في انتصار. لما خرجوا في الجهة الثانية أول ليلة وسووا من سعد بن أبي وقاص طبعا يقود المعركة، أتوا ينامون فأرسل رستم قائد فارس جاسوس قال اذهب إلى جيش المسلمين دور بينهم والبس عمام مثل يعني لبس العرب، واذهب إلى جيشنا وأخبرني. فلبس عمام وخذ قوس كانوا من الصحابة، وأتى يدور وإذا مجموعة من الصحابة يقرؤون القرآن ويفسرون، ومجموعة مستقبل القبلة يصلون، ومجموعة يدعون الله عز وجل، ومجموعة ساجدين، ومجموعة راكعين. هذا العسكر الجيش اللي بيأتي الصباح بيفتح، هذا جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى جيش فارس وإلى ناس مخمورين وناس باقي يشربون الخمر وناس مدري يلعبون لعبة من لعب فارس، فأخبر رستم قال هذا الهزيمة، يعني العقلاء يدرون هذا قاله. وفي الصباح قال قبل ما نبدأ المعركة دعوني أرسل لسعد يرسل لنا رجل يشوف عقول هذا هم صاحين، يعني كانت فارس هي دولة مثل أمريكا الآن تحكم العالم العربي، هم يعني هم من جدهم البدو ذولا بيأخذون مملكتنا مرة واحدة دفعة واحدة، هم كانوا يأخذون الجزية عليهم ترى، وكان إذا عصى واحد يأخذون من القبيلة 50 جنون، ما يقدر أحد يتكلم، قبائل متفرقة، قبائل سلب، قبائل نهب، الآن صار في دولة صار قيادة، الخليفة في المدينة والقائد العسكري سعد وهذاك منظم السرايا والقلب والميمنة والميسرة وعلماء وشهداء وشعراء وحفاظ قرآن حضارة رسالة تدريس تعليم. جاء الجيش فأرسل لسعد قال أرسل لي أحد من أصحابك أتفاوض معه، وقال له عنده القساوسة والبطارقة صفوا ذات اليمين ذات الشمال ارهبوه يعني، وجاب السيوف مسلولة لعسكر السيف يلتقي بالسيف بالصماطين، وقال ادخلوا علي. سعد بن أبي وقاص قال يا ربعيكم ربعي من آمن حدهم اذهب إليه، فقام ربعي معه رمح في لفافة حتى ما في جراب، هذا اللي بيفتح الدنيا وثيابه رضي الله عنه ويحفظ القرآن وفصيح والسجود نعم هنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
قال اذهب تكلم مع رستم. فذهب بقلب وبفرس، الفرس يقولون كان هزيل، لكن الرجال عليه رجال كرام فوق الكرام كرامه، ويوم قرب من البساط فقفز كأنه أسد، وإذا ثم أخذ الرمح يخرك به الوسائد ماشي، ما في قضية بروتوكول وانتبه وما تنتبه، ووقف قدامه قال هيه، يقول رستم والمترجم ترجم، ماذا جاء بكم؟ والله إن عند الصين يحلف لهم مدري حضارة وفن وبناء، والروم والحابش إلا أنتم يا العرب، فإنكم أنتم أهل تأكلون جعلة وتأكلون الميتة وأهل سلب وأهل نسب، والله إن كنا ندفع فيه وأكلناكم وشربناكم وتدفعون الجزية، لكنكم خرجتم على الطاعة، خرجتم على طاعتنا. فلما انت قال اسمع، إن الله ابتعثنا، خلاص رحلة قوية، ثورة الآن، ثورة الكبرى، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلما سمع ارتج المكان، فقال والله ما تغادر، يريد هنا حتى تحمل من تراب المخيم على رأسك وتعطيه سعد هدية، تراب يعني حقكم يعني قدركم تراب. فحملوا له تراب فأخذه في محفة عنده مزمل مثل الصحن أو كذا، وذهب إلى سعد فضحك سعد ضحك الجيش، قال هذا تسليم الأرض، هذا تسليم الأرض، بشرك سلم الأرض صدق، لأن هذا المعبرين في الرؤيا إذا جاك واحد سلم لك تراب يعني سلم الأرض. وبدأت المعركة وسلم الأرض أبشركم، وانهزموا ودخلوا الصحابة، الصحابة كان إيوان كسرى الذي كان يحكم فيه ويحكم العالم فيه، وهو مثل البيت الأبيض الآن، وكان عليه ذهب وكان في أشياء عجيبة، حتى السفرة التي وصلها لعمر بن الخطاب سفرة الطعام فيها زبرجد وفيها ذهب، بكى عمر قال والله إن قوما بلغوني هذه الأمانة نؤمنا، والله نؤمنا، كيف ما أخذوها يعني لما سرقوها؟ يقول قوم جائعين الجيش نفسه ومحتاجين، ويأتون بالسفرة كلها بذهب وزبرجد ولؤلؤ ومرجان، سفرة كسرى اللي يأكل عليها يحكم العالم كسرى، والله إن قوم بلغون هذه السفرة إن أمناء، والله إن أدوا الأمانة. ويوم شاف سعد الإيمان قدامه قال الله أكبر، فانصدع الإيمان من رأسه إلى آخره. ثم أتى سعد فسجد صلى ركعتين في الإيمان، ثم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناه قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. واستمرت الفتوح رحلة عجلة من كرة من الثلج تتدحرج وتطوي الأمم أمامها، ونصل بأجدادنا سور الصين العظيم، ويصلي الصحابة في السند والهند، ونصل الحمراء والزهراء وطاشكند ونبني القيروان، ونصلي في الزيتونة، ونخطف في صنعاء، ونكبر في دمشق، وتحتفل بنا القاهرة، وتحيينا العالم، وتسبح معنا صحراء إفريقيا، لن تنسى صحراء إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولا الأزهار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. يقول محمد إقبال كنا نرى الأصنام، هذا صنم داهر في الهند لأنه عنده 1000 صنم، وقال للقائد محمد بن القاسم أنا بعطيك هذه الأصنام مخلة لنا من ذهب، قال إيه علشان يوم القيامة يدعيني ربي اشتري الأصنام، أنا أبيع الأصنام إلا بكسرها عشان الله يدعيني يوم القيامة كسر الأصنام، أحركك وأحركك عليها وأحرككم عليها. قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارة. هذه رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل التي توجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي لا زالت يقول حتى دوخ أجدادنا أمم الأرض بحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المؤمن يا